لشباب في عمليات السلم والامن. كلنا عارفين ان عمليات السلم والامن هي عمليه يعني نخبويه بشكل عام، واي طاوله مفاوضات في العالم لانهاء حروب او انهاء نزاعات في اي دوله في العالم هي بتكون بتسيطر عليها النخبه. ولكن القرار هنا بيتم وصفه بانه تاريخي او قرار غير مسبوق، لان هو فكرته قائمه على انه احنا عندنا النخبه بتشارك في طاوله المفاوضات او في يعني العمليات التفاوضيه الخاصه بانهاء الحروب والنزاعات، وعندنا شباب هم الاكثر تاثرا بالنزاعات دي. فكيف لها ان تكون الفئه الديموغرافيه الاكبر تاثرا بالنزاعات والحروب ما تشاركش في عمليات السلم والامن؟ فمن هنا كان القرار التاريخي ان هو قام ل او قرار تم اصداره لانهاء سيطره النخبه الاوليجاركيه على عمليات المفاوضات وانهاء الحروب والنزاعات. فالقرار صدر في 2015 وحدد 5 مبادئ رئيسيه لمشاركه الشباب في عمليات السلم والامن. تبعوا قرارات تانية في 2018 و 2020 وخطة خمسية من الأمم المتحدة لمشاركة الشباب في السلم والأمن بدعم من السكرتارية الأمم المتحدة واليون اف اي أو الصندوق الأمم المتحدة للسكان واليون ان دي بي والعديد من منظمة المجتمع المدني، أبرزها كانت في النرويج والسويد والدول الاسكندنافية بشكل عام. وطبعا الانيشيتور أو اللي له الفضل الكبير في الأجندة هنا يعني هو كانت دولة الأردن، وده سبق طبعا نفتخر بيه إحنا كعرب. بلس بقى ان 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 يعني ان مش بس هي اجنده مرأة وسلم، او سوري مش اجنده شباب وسلم والامن، لا هي كمان مرأة وسلم والامن. وجدير بالذكر ان اجنده المرأة والسلم والامن هي سابقه على اجنده الشباب والسلم والامن ولكن لم تكن مفعله. فتم اصدار اجنده المرأة والسلم والامن سنه 2000، اجنده الشباب والسلم والامن تم اصدارها سنه 2015، ففي فرق 15 سنه بين الاجندتين. فهنا جاء فكره المبادره بعد القرارات المجلس الامن وبعد الاجنده اللي انا شرحتها دي. صدرت تحالفات شبابيه في كل مناطق العالم الجغرافيه لتعزيز مشاركه الشباب واستغلال الاجنده دي للدفع نحو تنفيذها. فعندنا تحالفات في امريكا، في كندا، في افريقيا، في العديد من الدول العالم. فهنا بقى جت فكرة التحالف الشباب العربي. احنا من اكبر المناطق اللي في العالم اللي منكوبة بالنزاعات والصراعات، كمنطقة منكوبة بالنزاعات والصراعات، واحنا كشباب من اكبر الفئات المتأثرة بالنزاعات والصراعات دي. وكمان هي مش بس نزاعات وصراعات، لا هي تحديات الامن الانساني بشكل عام. الامن الانساني له 7 بيلرز رئيسيين او له 7 اعمدة رئيسية، هي الامن السياسي والامن الشخصي والامن المجتمعي والامن البيئي والامن الغذائي والامن الصحي والامن المجتمعي. هم 7 جوانب رئيسية للامن، وطبعا الاقتصادي والاجتماعي. فكل الجوانب دي تهديدات امنية، يعني هي فكرة البيئة والتغيرات المناخية ده امن، ده سلم وامن يا جماعة. فكرة المجتمع وتهديد ثوابته ومبادئه ده امن. فكرة الاقتصاد وجود فقر متعدد الابعاد ده امن، وهكذا باقي جوانب الامن بنفس الفكرة. ففكرة هنا اللي احنا بنحول مفهوم الامن من مفهوم التقليدي اللي هو الحرب والنزاع، لا، لفكرة الهيومانيتيزيشن او فكرة الانسانيت الجوانب الامنية. لان في النهاية الامن الانساني هو مفهوم بيسعى لتحويل امن او تحويل مفهوم الامن من امن الدولة او امن الاقليم الجغرافي لامن الانسان، لان في النهاية الانسان هو بدونه لن تكون هناك دولة. الفكرة الرئيسية ان انت في حياتك العامة بتصارع لتحسين جودة حياتك، بتصارع لان ما يكونش في عندك تغيرات مناخية بتأثر عليك انت شخصيا في كافة مناحي حياتك. فعندك تغيرات مناخية بتأثر على المحصول بتاعك. عندنا السنة اللي فاتت بأبرز يعني مثال بسيط جدا، محصول المانجا باظ منه 60% السنة اللي فاتت. السنة اللي فاتت 60% من محصول المانجا في مصر باظ. ليه باظ؟ لان كان في تغيرات مناخيه. فده امن بيئي اثر على حياتك شخصيا بمنتهى البساطه. عندنا دلوقتي احنا في الوطن العربي عندنا حاجه اسمها فقر مائي. احنا معدل الفقر المائي هو 1000 لتر للشخص سنويا. احنا اقل من 500 لتر. فبالتالي انت هنا عندك فقر مائي بيأثر على المحاصيل، بيأثر على حياتك انت شخصيا وجودتها. ففكره الامن الانساني هي فكرة أقرب لحياة المواطنين. أنت بدل ما بتقعد تقول له أنت عندك عديد من المشكلات بتأثر على حياتك بشكل عام، لا، أنت هنا بتقول له أن ده جانب من جوانب أمنك أنت، أمنك الشخصي وأمنك الغذائي وأمنك الصحي. 7 عناصر دول في النهاية بيسيرف أو بيخدموا على الجانب الرئيسي للإنسان.
يعني هو انت هنا بدل ما تقول الامن القومي للدولة، لا بتقول الامن الشخص نفسه. امن الشخص نفسه ده من خلال تعليم جيد، من خلال القضاء على الفقر، من خلال محاربة ومواجهة التغيرات المناخية والعمل المناخي، من خلال دعم وجود تعليم جيد وشامل، وهقول كمان مجاني لكل فئات المجتمع، لان التعليم هو يعتبر الوسيلة الاساسية لدى الطبقة الفقيرة والطبقة المتوسطة للارتقاء الاجتماعي. فهو هنا يعني الامن المجتمعي كل العناصر دي بتخدم عليه في النهاية، لان انت عشان يكون عندك مجتمع سليم ومجتمع سكيورد او مجتمع امن، انت لابد من مواجهة الفقر ولابد من مواجهة التغيرات المناخية، لان في النهاية كل الابعاد اللي انا ذكرتها خلال الحديث يعني في النهاية لو ما تواجدتش في المجتمع ده هيصبح لدينا مجتمع غير امن. المجتمع المدني في مصر في السنوات الاخيرة كان قام بدور كبير جدا لمواجهة يعني التحديات الاساسية للامن الانساني. والميزه هنا ان احنا عندنا مؤسسات متخصصه في كل بيلر من البيلرز اللي انا شاورت عليها، فاحنا هنلاقي عندنا مؤسسات متخصصه في مواجهه الفقر، والفقر مفهومه الشامل، لان الفقر مش بس فقر نقدي او فقر الفلوس، لا هو فقر يعني التعليم الغير جيد ده فقر، الصحه الغير او التامين الصحي الغير متوفر ده فقر، وهكذا. فاحنا هنا في المجتمع المدني فعندنا مؤسسات متخصصه بيشتغلوا على كل البيلرز دي، عندنا بيشتغلوا في التعليم، وعندنا بيشتغلوا في مواجهه الفقر، وعندنا بيشتغلوا في مواجهه التغيرات المناخيه. كثيره جدا جدا للنساء بشكل عام في عمليات السلم والامن في مناطق الازمات ومناطق الصراعات بتتم بشكل مختلف طبعا وشكل كبير، ولكن الفكره كلها ان الشكل ده ما بيبقاش بيتم بشكل رسمي، يعني ما فيش اعتراف رسمي بيتم للمحاولات دي او لجهود المراه في عمليات السلم والامن. لذلك اجنده الامم المتحده واجنده الامم المتحده للمراه الاخيره ركزت بشكل اساسي حول المراه والسلم والامن وعلاقتها بده، وازاي ان احنا نقدم عمليات يعني في سبل دعم السلام المستدام للمحاولات المراه في موضوع السلم والأمن. ولذلك احنا حابين نكرس اولى فعالياتنا هنا النهارده ان هي تكون حوالين بناء قدرات حول المرأة والسلم والأمن، وده من خلال التركيز على اولا التعريف اصلا ما هو النوع الاجتماعي، ايه هو التأصيل النظري ليه، وايه العمليات اللي مر بيها المفهوم ده من الجذور لحد ما وصل للشكل اللي احنا عليه دلوقتي، ايه هي انواع العنف اللي بتتعرض ليها المرأة بشكل عام، وايه هي العوائق والعواقب اللي بتقابلها في طريقها لتحقيق السلم والأمن بشكل عام، وزي ما قلت انه يكون ده بشكل مستدام وبشكل معترف به. هنلاقي طبعا أجندة المرأة حول السلم والأمن، وهنلاقي كمان الخطة التنفيذية لجامعة الدول العربية برضو في دعم سبل السلم والأمن الخاص بالمرأة بالذات. فلذلك احنا حبينا نسلط الضوء على ده النهاردة من خلال التحالف، من خلال تقديم البرنامج ده بشكل مكثف لمدة يومين على ايد طبعا خبراء ومدربات ومدربين طبعا متخصصين جدا في الفكرة دي. وزي ما احنا شايفين الحمد لله تم يعني اختيار المشاركين والمشاركات بعناية. هو بشكل اساسي احنا بنركز على عمليات السلم والامن في مناطق الصراعات ومناطق النزاعات، فاذا احنا بنتكلم على المرأة فبنلاقي انه المرأة كتير بتحاول مثلا حماية اطفالها وتحقيق الامن المجتمعي او الامن في البيئة المحيطة بها هي واطفالها، فنلاقي مثلا ان هي بتحاول تتجنب وجودها في منطقة مناطق الصراع ومناطق الميليشيات وهكذا، وده بيكون بشكل زي ما ممكن نقول بالفطرة بتدفعها لذلك، لكن هي مش بتحط ده في فريم او مش بتقنن ده بشكل رسمي، فنلاقي ان مفيش اعتراف بيه بشكل اللي هي بتعمل حاجة عادية او حاجة فطرتها بتدفعها ليها، علشان اكيد هتحمي نفسها وهتحمي اولادها بيئتها او مجتمعها الصغير من الهجمات من الصراعات ومن الى ذلك.
فده بنلاقي ان هو بيتم بشكل عفوي او بيتم بشكل فطري. ولكن دلوقتي مع كثره وتعدد اماكن ونطاق النزاعات بنلاقي انه لا، لازم الامور دي تبقى اكتر بشكل رسمي. بننتقل بقى لفكره مفهوم مثلا الامن المجتمعي، انه لا يبقى في حياه كريمه بشكل عام، في امن، يعني ما فيش يعني تقدر ان هي ما يتمش اختراقها او يتم ممارسة العنف عليها او هي او اطفالها. ولذلك بقى في فكرة اجندة المرأة والسلم والامن لتحقيق ده بشكل رسمي. سبل الامن والسلم حول المرأة المصرية بيتم طبعا بمعرفة سبل تحقيق الامن والسلم ليها، ازاي ما يتمش ممارسة انواع العنف ضد المرأة المختلفة، سواء اللي بتواجهها في الشارع، سواء عنف لفظي، سواء عنف جسدي، سواء عنف بيمارس عليها بشكل مباشر من الزوج، من الأخ، من سلطة أبوية تستغل بالشكل الخاطئ خالص، من سيطرة شخص آخر عليها، من التمييز الجندري أو التمييز على أساس النوع الاجتماعي زي ما احنا بنسميه. كل دي سبل وعقبات بتقابل المرأة في تحقيق السلم والأمن بالنسبة لها، سواء في بيئة العمل لو بتواجه مثلا عنف، مثلا مواقف زي التحرش اللفظي أو الإيحاءات اللي بتترمي على طول بنشوفها وبنسمعها، سواء العنف الجسدي اللي بيمارس عليها في بيتها، سواء التحكم او السيطره من اطراف اخرى. كل ده احنا بنحاول على قد ما نقدر ان يبقى فيه جهود داعمه وسبل كده لتيسير عمليه السلم والامن، سواء برفع الوعي للمراه ولجميع الاشخاص، مش المراه بس، ما هي المجتمع بيتكون من شقين، المراه والرجل. لازم علشان نحط اطر كده المراه تحقق من خلالها السبل الامن والسلام بتاعتها، لازم يكون تعاون مشترك، مش مبني على تمييز جندري معين. فازاي من خلال رفع الوعي، طبعا هو ده اللي احنا بالاساس بنستهدفه هنا للشباب وللشابات وللنساء وللرجال ولكل الناس، انه نعرف ما هو الامن والسلم بالنسبه للمراه بالذات، ايه هي سبل دعم ده، ايه هي العمليات اللي نقدر نعملها عشان ندعم ده، وفي المقابل نعرف ايه هي الادوات لده، وايه هو اصلا العنف اللي بيمارس ضد المراه واشكاله المختلفه. لما حد بيتبادر الى ذهنه فكره العنف ضد المراه، ضرب، مش عارف ايه، لا، الموضوع بجد متشعب جدا وممتد جدا جدا بشكل فظيع. حاجات ممكن ما نتخيلش قد ايه هي ممكن تيجي على بالنا، بس هي بتكون بتهدد فعلا سلمها وامنها بشكل عام، قدرتها على الحياه، قدرتها على الاستمرار، قدرتها على حمايه اطفالها، قدرتها على انها تمارس نشاطاتها بشكل يومي، حتى الانتقال للشغل او انها تيجي منه، الحاجات اللي بتقابلها في المواصلات العامه، الحاجات اللي بتقابلها وهي رايحه شغلها، الحاجات اللي بتقابلها في بيئه العمل، ولما ترجع كمان البيت ايه اللي مطلوب منها او ايه اللي المفروض حقوقها وواجباتها وهكذا. الانسان هو مفهوم مستحدث من تسعينات القرن الماضي، كان بناء على تقرير من الامم المتحده، شمل عده ابعاد، منه امن سياسي، امن مجتمعي، امن بيئي، امن صحي، امن سياسي، امن اقتصادي. كل ابعاد هذه، يعني شمل هذا التقرير على عده ابعاد، يعني منها الامن، لا سيما الامن البيئي، واللي هو بيخدم اجنده الامم المتحده للتغير المناخي، واللي بناء عليه جه مؤتمر كوب 27 اللي عقد مؤخرا في مدينه شرم الشيخ بجمهوريه مصر العربيه. كوب 27 تطرق لعده ابعاد في الامن البيئي. اولا يعني تحدث عن خطوره الامن البيئي على المجتمع البشري، على في المستقبل المنظور، تحدث عن مستقبل الجيل الصاعد مع التغيرات المناخيه، تحدث عن مستقبل التعاون القاري في اطار التغير المناخي، تحدث ايضا عن ضروره اطلاق مبادرات في هذا الاطار من اجل مكافحة الاحتباس الحراري. طبعا المدني بيلعب دور كبير جدا في انه بيقود مجموعة مبادرات تسعى في اطار اعادة الهيكلة، او كما نسميها ريسايكلينج، او اعادة تدوير. مواجهة التغير المناخي في التوقيت الحالي محتاجة ان احنا نشتغل على فكرة اعادة التدوير في كل المخلفات البيئية،
لأجل أننا نوصل للدرجة اللي احنا عايزينها أو النتيجة اللي احنا عايزينها من مواجهة الاحتباس الحراري في القارة بتاعتنا. توعية الأسرة المصرية بشكل عام ضروري في إطار الأمن الإنساني، مش بس على مستوى التغيرات المناخية، على مستويات أخرى في ما يخص الأمن الإنساني. تمام، ضروري توعية الأسرة المصرية في إنها في ترشيد الاستهلاك، في الاستخدام الجيد لكافة أشكال الموارد البيئية. ضروري ان احنا كمان حتى على مستوى الاستهلاك الشخصي، يعني انا على مستوى الاستهلاك مثلا استهلاكي للموبايل او استهلاكي للانترنت، ضروري ما يكونش فيه استنزاف او ما يكونش فيه مبالغة علشان اقدر اني يعني اكون عنصر فاعل في البيئة وفي المجتمع بشكل عام. خليني انقل على نقطة اخرى وهي نقطة الامن الانساني، تمام، اللي احنا يعني ستيل بنعمل فوكس عليها الايام ديت. هو الامن الانساني اللي الامم المتحده بتركز عليه هو فكره تفعيل اكتر للمبادرات التي تتعلق بحقوق الانسان وحقوق المراه، تمام، واللي المبادره بتاعتنا بتشتغل عليها بشكل اساسي، ولا سيما ان احنا النهارده بنتكلم عن اجنده تعزيز دور المراه في اطار السلم والامن، وده من المهم جدا ان احنا نركز عليه. تعزيز دور المرأة في التوقيت الحالي بقى ضرورة ملحة، ضروري ان احنا نركز على دور المرأة في مجتمع، ضروري توعية للمرأة بأهمية دورها كعنصر فاعل في المجتمع، ضروري ان احنا نتعلم ازاي او نفهم ازاي ان المرأة ما بقاش دورها كما كان في السابق، او انها مش عنصر فاعل في المجتمع. أشكال العنف ضد المرأة كتير، تمام، منها عنف لفظي، منها عنف بدني، منها عنف غير مباشر لا يذكر في إطار أي شكل، تمام. التأذي، أشكال التأذي للمرأة كتير، فبالتالي إن احنا نواجه هذه الأشكال محتاجة منا مجهود كبير، وعليه إننا توعية دور المرأة، التوعية بدور المرأة، تمام، هيمنع معظم أو يعني نسبة كبيرة من هذه الأشكال سواء كانت بشكل مباشر أو غير مباشر في إن المرأة تتعرض لها خلال التوقيت الحالي في إطار أجندة الأمم المتحدة ل2030. وبالتالي التركيز على هذا الأمر خلال الفترة دي مهم جدا، لأن المناح الإنسانية أو المناح الحياتية يعني أصبحت فوق المعتاد، وبالتالي إحنا ضروري إن إحنا نعمل فوكس عليها، وضروري إننا نولي ليها اهتمام خلال الفترة اللي الدولة بتحاول إنها يعني تقود هذه العملية بنفسها ومع المؤسسات اللي هي ليها علاقة بهذا الشأن. الدور بتاعنا في المناطق يعني في المناطق الريفية بيكون من خلال التعاون مع المؤسسات الشريكة أو المؤسسات أو الجمعيات، بيكون مثلا من خلال النزول للنجوع بتوعية الناس يعني بمحاضرات بسيطة بأشكال بسيطة من اللي ليها انعكاسات على طبيعة هذا الدور، يعني إنك مثلا تنزل تدي مثلا كتيب صغير في مجموعة من المعلومات، مجموعة من الأشكال أو الرسومات اللي هي بتوضح أهمية دور الأمن المجتمعي خلال الفترة ديت، تمام، دي برضو بتساعد إنها تنشر الوعي، وبتساعد إنها حتى يعني على المستوى الأقل إنها يعني تحاول إنها تعمل ريفريش للمجتمع إن قدامه أزمة لابد أن يتعامل معها بتركيز شديد خلال الفترة القادمة. الإنساني هو مصطلح مستحدث وبيضم كذا جانب، ومن ضمنهم الأمن البيئي والأمن الاقتصادي والأمن السياسي. ومصر شاركت في كان في قرار الأمم المتحدة 1325 لأجندة المرأة والسلم والأمن، ومصر كانت من الدول المشاركة في العمل على صياغة القرار ده، وكانت من أولى الدول اللي تبنته في سنة 2000، وكمان كانت من لما كانت مصر تترأس مجلس الأمن في الاتحاد الإفريقي كانت بتعمل على السلم والأمن في المجتمع المصري. هو ليه أوجه كتيرة،
وبيتم العمل عليه من حيث توفير الاحتياجات الأساسية ليشعر المواطن المصري بالأمان، بالأمن والأمان، وذلك من جوانب، من عدة جوانب زي الجوانب الاقتصادية، الجوانب التعليم، الصحة، ليشعر بالأمان والثقة. أوجه العنف ضد المرأة أوجه عديدة، ومنها العنف الجسدي أو العنف اللفظي، ولكن أحد أهم الجوانب هي أنها قد تضطر إلى البقاء في مكان ما بسبب عدم قدرتها على الحياة بمفردها أو بسبب عدم قدرتها على مغادرة هذا المكان، وهذا قد يحدث بسبب عدم، لأنها غير متعلمة أو ليس لديها دخل مادي لها فقط، فتضطر للبقاء في مكان تتعرض فيه بالعنف. يمكن للمرأة أن تتغلب على العنف أو على تعرضها للعنف من خلال أن تكون متمكنة، أن يحدث لها تمكين فتتمكن من العمل، وأن تكون مستقلة بذاتها، فلا تضطر إلى البقاء في مكان تعامل به بعنف. ومن جهود الدولة المصرية هي المراكز التي تستضيف المرأة المعنفة وتساعدها على إيجاد عمل، وتساعدها على العلاج النفسي لتتمكن من العودة إلى سوق العمل وتغادر المكان الذي تتعرض فيه بالعنف.